السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. قبل ما نبدأ كلامنا كده نصلي وسلم على النبي الهدى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معنا فيديو بناء على طلب أحد المتابعين، تركيب دائرة باور أوسيليتور لدائرة الباور اللي معايا دي. في مشكلة عندنا هنا طبعا، دائرة الباور دي المصفت كان ضارب زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. لو جينا فحصنا المصفت معايا اهو، ده طبعا انا ابتديت اشتغل فيه عشان اعمل لها صيانه. زي ما انتم شايفين حضراتكم ده المصفت، لقيت المصفت تالف. طبعا هنظبط على وضع الديود. المصفت معايا حضراتكم اهو، لو جينا هناخده بعيد كده عشان نعرف نعمل له اختبار. انا وضع الديود زي ما انتم شايفين حضراتكم، لو جينا قسنا كده كله شورت معايا، ودي اما يكون كله شورت زي كده مثلا، معاك شورت على الديود على الموسفت زي ما كده يكون كله شورت، تعرف ان في مشكله كبيره عندك في الباور عندك. لسبب واحد، لان الثلاث اطراف دول لما بيقفلوا الثلاث اطراف دول مش واصلين وخلاص، الثلاث اطراف دول كلهم عليهم مكونات واصله بيهم، في مكونات تغذيتها حوالي 12 فولت. الله اكبر، الله الله اعظم، العزة لله. طبعا حضراتكم هنا يعني المصفت ده بيقفل معايا. طبعا المصفت فيه درين وفيه سورس وفيه جيت، اصبحنا كده الدرين والسورس والجيت اصبحوا شورت. طب في الحالة دي بقى هتلاقي عندك على الجيت على البوابة في عندي هنا المذبذب ده، هتلاقي في خط رايح معايا للجيت المصفت علشان يقطع لي ويخلي المصفت يقطع للشبر معايا عشان الدايره تشتغل معايا. فاولا الجيت ده طبعا دي اشاره، الفولت بتاعها بسيط جدا ما يذكرش، يعني 1 2 فولت 3 فولت على حسب الاشاره موجوده معايا، واشاره يعني يعتبر الفولت فيها ضعيف. فاما الجهد اللي لما بيقفل المصفت معايا بيدخل لي جهد حوالي 300 فولت، الجهد اللي موجود معايا على المكثف الكبير ده بيبدا يتحول معايا على كل القطع اللي موجوده معايا دي. يعني عندي هنا مثلا المقاومه دي اللي معايا دي 68 كيلو، ممكن تلاقيها تلفت. عندي هنا ديودات اهي موجوده دي تلفت. عندي هنا الترانزستور ده طبيعه الحال بتلاقيه تالف. عندي هنا المصفت معايا برضو بتلاقيه تالف. يعني حضراتكم كل القطع دي بتلاقيها فيها مشاكل وتلف، اللي انا اوضحها لحضراتكم دلوقتي دي. زي ما انتم شايفين حضراتكم، يعني انا هنا انا خلعت المصفت وجيت هنا لقيت الديود ده تالف، ولو رجعنا تاني هنا قست الترانزستور ده، الترانزستور ده شورت. لو رجعنا تاني هنا احتمال كبير هتلاقي المذبذب، يا اما هتلاقي عليه شورت يا اما هتلاقيه تالف خالص او فاتح معلش شورت لكن مش شغال. فالقطع دي كلها بتتلف معايا، فطبعا لازما كل القطع دي نبدا نغيرها. والمكثف اللي معايا ده، البفايه اللي معايا دي برضه بتتغير. عليكم ورحمه الله وبركاته. فطبعا حضراتكم هنا اختصار للموضوع، علشان برضو انا طبعا كان عندي البرد واخدت منها القطع دي وركبتها. فيعني ساعات لما بتلاقي مشاكل عندك كتير كده وبيبقى الفيوز مثلا ضارب والمكثف الكبير ده عليه شورت، دايما كده تبقى قطع عندك تالفه ويكون عندك المصفت ضارب، فبتلاقي قطع كتير عندك هنا فيها مشاكل. فانا دلوقتي اللي هعمله طبعا عشان عندي قطع الغيار دي مش متوفره كلها، ببدا هشيل المصفت معايا وبشيل المذبذب وهشيل الترانزستور ده، وببدا اركب يا اما دايره اوسيليتر اللي هي سي 809 او 901 مفيش مشكله. بنبدا نركبها، انا الشاشه 32 هي دايره اوسيليتر هتمشي معايا، لكن ما تركبش دايره اوسيليتر التلفزيون لانها تركيبها هنا ممكن تتلف معاك البورده كلها. فاحنا ان شاء الله النهارده باذن الله هنستخدم في الباور معانا هنا اللي هو اي سي اللي هو 5L038، ده هنبدا نستخدمه ان شاء الله وهنعمل بيه دوره تعويضيه للباور اللي معايا ده بعيد عن دايره الاوسيليتر، وهنشوف مع حضراتكم ازاي دلوقتي هنعمل الدوره التعويضيه لدايره الباور معايا. لو جينا حضراتكم فحصنا كده
الترانزستور اللي معايا ده، معايا انا ترانزستور اهو اللي كنا بنتكلم مع حضراتكم عليه، الترانزستور اللي هو موجود معايا هنا. نفحص على وضع البزر كده، ده البزر معايا زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا كده، اصبح معايا شورت كده. فكل ما بتقيس بتلاقي حاجه شورت، تقيس تلاقي حاجه شورت، يعني هنا لقينا شورت هنا اهو، وهنا في شورت، والموسفت معايا شورت، يعني كل دي شورتات. فاحنا اللي هنعمله دلوقتي عشان نوفر وقت وقطع غيار، هستخدم ال 5L038 في تعويض دايره الباور سبلاي اللي معايا دي زي ما هتشوفوا حضراتكم. طبعا ال 5L ليه تقسيمه معينه هنشوفها مع حضراتكم. عندنا ده الاي سي 5L038، عندنا اول خط او اول رجل معايا دي ارضي اللي هي جي ان دي، اتوصل بيه الارضي مباشره، وعندي ارضي المكثف الكبير، وعندي 300 فولت معايا دي بتوصل معايا على الجيت معايا على الدرين، قصدي دي 300 فولت معايا توصل معايا على درين الموسفت، ومعايا الفي سي سي ده جهد التغذيه او جهد تشغيل الاي سي معايا اللي هو ال 5L. الفي سي سي بيبقى مثلا 12 فولت 14 فولت مفيش مشكله، والاف معايا ده اللي هو الفيدباك، دايره الفيدباك اللي بيوصل على الفوتو كابلر. يبقى انا معايا اربع اطراف ارضي 300 فولت، جهد التغذيه الفي سي سي، الفيدباك معايا، دول اربع اطراف الاساسيه اللي احنا هنوصله منها. وال 5L ده 5 امبير، يعني خارجه 5 امبير، وامبيره عالي كويس يساعد معاك في تشغيل الدوائر دي. فزي ما شفت حضراتكم ده المخطط بتاعه. هنبدا كده نرفع القطعه اللي فيها شورت دي علشان الاي سي ما يحصلش معانا مشكله. في مقاومه معايا هنا لازم افحصها. اللي هي المقاومه دي. نفحص على الاوم، المفروض بتديني حاجه و60 اوم، يعني 67 65 زي ما انتم شايفين حضراتكم مدياني حوالي 50 اوم او 58 اوم او 60 اوم، مفيش مشكله تعتبر شغاله، هي ما فيهاش مشكله. بعد كده هنبدا نخلع القطعه التالفه معايا، هنخلع المذبذب عشان ما ينفعش يبقى راكب معايا، وهنخلع بعض المكونات اللي موجوده معايا دي زي ما تشوفوا حضراتكم دلوقتي. ده الترانزستور حضراتكم، وادي المذبذب، في مقاومات معايا اللي هي تغذية الفي سي سي معايا من هنا، نشوفها حضراتكم برضو عشان دي لازم نلغيها برضو معايا، نشوفها جايه من 220 ولا خارجه منين، فنشوف تغذية جهد البدء بتاع المذبذب جاي منين معايا. حضراتكم هنا طبعا جهد البدء معايا للاي سي معايا بيجي معايا من 220 فولت هنا حضراتكم، فهيجي معايا هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم هنا كده، لو جينا قسنا كده جهد البدء انا لقفه معايا الوضع الديود معايا، نيجي نسال المقاومات دي كده، شوفوا حضراتكم هنا معايا هنا معنى كده الجهد واصل معايا لحد هنا، المقاومات دي كده جهد ال 220 واصل معايا هنا، وبيخش بينخفض طبعا وبيخش معايا على الديودات دي. لو جينا قسنا طبعا المقاومات معايا اهي، المقاومه دي هتدي المقاومه دي، يبقى انا كده المقاومه دي اللي هي اخر الجهد معايا على ال 220، طبعا بتخفض لي الجهد، المقاومتين بيخفضوا لي الجهد، الجهد بدايه التشغيل. لو جينا قسنا كده على الديود ده اللي هو جهد التشغيل لاي سي ال في سي سي اللي هي الرجل في النص دي، المفروض بيديني هنا بزر، المفروض معايا بزر هنا زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهي، او على ديود تغذيه جهد الفي سي سي اللي معايا ده. فانا حضراتكم انا هلغي كده جهد التغذيه ده، وهستخدم مقاومه 230 كيلو معايا، استخدمها في جهد بدء التشغيل معايا، هرفع الاثنين مقاومه دول
زي ما انتم شايفين حضراتكم كده رفعت الاثنين مقاومه ورفعنا المذبذب ورفعنا ترانزستور. هنبدا كده حضراتكم استخدم الاي سي معايا، الاي سي معايا بالشكل ده كده 5L08 زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ده شكله. طبعا انا ابتديت وصلت الاطراف بتاعته علشان الوقت. معايا هنا ده الجينرد الارضي، ومعايا هنا ده جهد اللي بيدخل معايا على الدنيا 300 فولت. معايا هنا ده جهد الفي سي سي التغذيه اللي هو معايا ده، ومعايا هنا جهد الفيدباك او فرده او خط الفيدباك معايا. نبدا كده حضراتكم تابعوا معانا. بنبدا حضراتكم كده نوصل اول حاجه معايا على المكثف الكبير. معايا اول رجل معايا دي اللي هي الجير جيرند الارضي مع المكثف الكبير هنا. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اللي هي اول رجل معايا. اللي هي ده هي اول رجل معايا في الاي سي المكثف الكبير. الرجل التانية على الدرين اللي هو موجود معايا هنا ده، درين موسفت. خد بالك المقاومة دي لو تلفة غيرها. بعد كده حضراتكم معايا جهد الفي سي سي، او معايا جهد الفي سي سي هيجي معايا على المكثف ده، لو مكثف التغذيه ال 50 فولت على 47 مايكرو. معايا الديود بتاعه، هاخد جهد الفي سي سي اللي هو الرجل الثالثه معايا دي، هوصلها بموجب المكثف اللي معايا ده. زي ما انتم شايفين حضراتكم موجب المكثف هيبقى معايا على الديود هنا زي ما انتم شايفين، هوصلها على الديود هنا. طبعا احتاج حاجة تاني معايا، مش هوصل سلك واحد هنا، هوصل سلكين، لأن هنا في جهد الستارت اللي هو جهد البداية، بداية التشغيل وجهد التشغيل. فأنا جهد التشغيل هاخده من على المكثف الكبير عن طريق مقاومة 230 كيلو، هنوصلها بموجب المكثف الكبير والمكثف وموجب المكثف ده عن طريق مقاومه 230 كيلو انخفاض للفولت. وجهد التشغيل هيخرج معايا من الشبر هنا للخط معايا ده تاني، يعني جهد هيختفي معايا وجهد هيشتغل معايا. فهنيجي مع حضراتكم كده نشوف، نوصل كده نشوف مع حضراتكم. يبقى انا هاخد يعني مكثف 300 فولت، هاخد مقاومه على موجب المكثف مقاومه 230 كيلو، 180 200 كيلو 230 مفيش مشكله. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده موجب المكثف الصغير ده على الديود اللي هو جنبيه بعد الشغل على طول، اخدت جهد الفي سي سي. برجع كده بالمقاومه اروح على موجب المكثف الكبير، طبعا ده واصل برضه لموجب الديود او موجب المكثف الصغير اللي احنا اللي عليه جهد الفي سي سي اللي بيخص الاي سي معايا. بعد المقاومه على موجب المكثف الكبير زي ما انتم شايفين حضراتكم كده ايه ده شكل المقاومة، وبترجع معايا على ترجع معايا تاني على الديود اللي موجود معايا هنا كده. يبقى انا كده زي ما انتم شايفين حضراتكم انا خدت جهد بداية التشغيل وجهد التشغيل معايا على المكثف ده والديود اللي جنبيه اللي هو المكثف ده واخد من خارج الشبر من هنا، وطبعا كان بيتغذى عن طريق برضه الجهد ال 220 فولت اللي داخل ده، كانت المقاومات دي بتخفض معايا الجهد هنا وتشغل لي الجهد اللي موجود معايا ده اللي هو جهد الفي سي سي. طبعا حضراتكم باقي معايا جهد الفيدباك معايا اللي هو اخر حاجه جهد التغذيه العكسي اللي هو جهد الفيدباك ده. طبعا حضراتكم هناخده على الفوتوكابلر، هناخده على الفوتوكابلر معايا هنا، الفوتوكابلر موجود اهو. ببدا اقيس، بيبقى معايا ارضي ومعايا الخط التاني ده اللي هو
اشاره الفوتوكابلر اللي بتدخل معايا على اي سي المذابذ اللي هي الفيدباك. فنيجي حضراتكم كده نظبط الاوف على وضع البزر وابدا اقيس اشوف خط الارض معايا فين على الارض المكثف كده زي ما انتم شايفين حضراتكم ده الارض المكثف اهو. هبدا انا اخد الفيدباك على الرجل دي. وزي ما انتم شايفين حضراتكم دي توصيل الخمسة ال بنفس الطريقه اللي انتم شايفين حضراتكم دي. عندي هنا اول رجل الارضي على ارض المكثف الكبير، الرجل الثانيه معايا الفي سي سي باخدها على درين المسفت، بعد كده الرجل الثالثه معايا اللي هي تغذيه الفي سي سي اللي هي بتغذي معايا الاي سي اللي معايا 5 ال، باخدها على المكثف 50 فولت 47 ده او الديود اللي هو بعد الشوبر هنا معايا حضراتكم على موجب المكثف، وبعد كده بحتاج اخد مقاومه 200 كيلو على المكثف اللي معايا الكبير على موجب المكثف الكبير، وبديها ثاني برده لجهد الفي سي سي اللي هي الرجل الرابعه دي التالتة، وبعد كده الرجل الرابعة دي جهد الفيدباك. الفيدباك ده اللي هو بيظبط لي التغذية العكسية بمعنى صح، بيتحكم لي في ظبط الجهد اللي خارج معايا. انا خارج لي 12 فولت هنا، ممكن الجهد يزيد معايا وينقص، لكن بوجود السلك ده بيتحكم لي في الفيدباك او التقطيع التقطيع للشوبر معايا عشان يخرج له الجهد هنا مظبوط. فرجل الفيدباك دي بترجع لي على الجهد اللي موجود له 12 فولت ده، لو لقى الجهد ال 12 فولت مظبوط خلاص، لا تقل بتبدا بتدي اشاره معايا بتزود معايا التقطيع علشان تشغل معايا تزود معايا الجهد. فزي ما انتم شايفين حضراتكم كده دي توصيل الدايره، باقي معانا التجريف فقط لا غير. هنجرب كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. زي ما انتم شايفين حضراتكم لمبه البيان اضاءت معايا اهي، معنى كده ان الحمد لله شغلنا طبيعي مفيش مشكله فيه. نبدا نقيس كده الجهود اللي موجوده عندنا بالمالتيميتر، نقيس جهد التغذيه الاول اللي احنا اتكلمنا عليه حضراتكم اللي هو جهد الفي سي سي تغذيه الاي سي نفسه كام، وصل له كام عشان نشوفها مع حضراتكم. بس حضراتكم 9 فولت واصله معايا اهي، دي تغذيه الاي سي جاية معايا من محاول من هنا، ودي مقاومة البدء معايا. طبعا حضراتكم في حاجة تاني، نقيس الجهود اللي خرجت بقى معانا. طبعا انا بقيس هنا قبل الشوبر، فلازما ابقى ثابت على ارض المكثف الكبير زي كده. لما انا لو قست بعد الشوبر هنا بعد دايرة البار كده بثبت على ارضي، اي ارض هنا الارض اللي هنا غير الارض اللي هنا. فانا لو بقيس في داية الكنترول بثبت على ارض خارجي من هنا، بقيس في دايرة الباور عند العلامة اللي قدام حضراتكم دي كده، في علامة اهي عند العلامة دي كده، دي المنطقة السخنة، بقيس على أرضي المكثف الكبير عشان مفيش ناس تحط الأفو هنا وتبدأ تقيس كده زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده. لأ بس حضراتكم مفيش جهد، الجهد بملي فولت. فنيجي حضراتكم نقيس الجهود الأساسية اللي خرجت معانا بقى بعد ما خلصنا كده. زي ما انتوا شايفين حضراتكم ده الجهد الأساسي 12 فولت، جهد التغذية هو معايا 34 فولت، ده جهد درايفر الإضاءة درايفر الليد معايا، تلاتة واتنين كده إن شاء الله كل الجهود موجودة، 5 فولت ده تقريبا 1 و1 1 و1 ده 5 فولت، كل الجهود موجوده حضراتكم. نعمل بقى تيست كده ونشوف البورده تقوم معايا بايه مش هتقوم. طالما اللمبه دي نورت معايا كده دايره الباور اشتغلت تمام الحمد لله، والدايره فتحت معايا باور اهو. نقيس الريجوليتور بتاع المعالج اكيد وصل ل 1.8 دلوقتي، 1.8 رفعت على ريجوليتور المعالج اهو، والبورده اشتغلت معايا طبيعي مفيش مشكله. ودي اسهل طريقه انك انت تعوض بيها دايره الباور للاجهزه الصيني الشاشات ال 32 ال 5 ال ده تقريبا 5 امبير، فهو كويس وبيستحمل معاك وبيسخنش، يعني ايه ما بيسخنش معاك، يعني ماسكه هنا اهو مفيش سخونه ولا في اي احساس خالص، فيشتغل معاك كويس. فطبعا حضراتكم ده فيديو حبينا نشاركه مع حضراتكم، واي حد عنده تعليق او استفسار يتركه اسفل الفيديو. متخلوش علينا بلايك ومشاركه الفيديو مع الناس وكلمه طيبه من حضراتكم كده،
ونختم كلامنا زي ما تعودنا مع حضراتكم بالصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.